مباراة المنتخب الوطني أمام ليبيريا وفي ظل الغيابات اللي سجلها المنتخب الوطني، راح هذه الخيارات الفنية للناخب الوطني راح تتقلص نوعا ما، لكن بالمقابل راح تكون فرصة جيدة لبعض العناصر الوطنية لإثبات وجودها، بدءا بآدم زرقان اللي نتمنى إن شاء الله المدرب الوطني يعطي له الفرصة في وسط الميدان بس يثبت الإمكانيات تاعه، لأنه شفنا آدم زرقان في الفريق تاعه في بلجيكا ممتاز، لكن مازال ما ثبتش هذيك القدرات تاعه مع المنتخب الوطني. الفرصة راح تكون مواتية في مباراة مونروفيا. نفس الشيء بالنسبة لأمير سعيود، نتمناو أنه المدرب الوطني إن شاء الله يعطيه الفرصة في مباراة ليبيريا ويثبت أنه من طينة الكبار، ويثبت أن من شطب اسمه في السابق أخطأ، وبالتالي الفرصة مواتية باش يثبت واللي يقدم كل ما عليه خدمة للمنتخب الوطني إن شاء الله في مباراة ليبيريا. لأنه اليوم إذا تمكن المنتخب الوطني من حصد النقاط الثلاث راح يكون بنسبة كبيرة وضع قدم في نهائيات كأس أمم أفريقيا، لأنه في كل مجموعة، المجموعة الخامسة، يتأهلوا المنتخبين إلى النهائيات. إذا حدث ذلك راح نشوفه في مباراة الطوغو القادمة بعض التغييرات اللي وعد بها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، وراح نشوفوا بعض الأسماء الجديدة اللي راح إن شاء الله نتمنى أنها دعم المنتخب الوطني، لأنه من غير المعقول نبقوا بنسبة كما نقولوها 85% بالتشكيلة القديمة. لازم دماء جديدة نضخوها في المنتخب الوطني، لعل وعسى نلقاو الوقت المناسب باش نجربوهم مباراة الطوغو إن شاء الله إذا حصدنا النقاط الثلاثة ليبيريا. إن شاء الله نتمنى أننا نلقاو هذه الفرصة باش نجربوا هذه اللاعبين ويندمجوا تدريجيا مع التشكيلة الوطنية.